الوزير الصدر وحائط القصر النبي جواره يبكي جوار بني صهيون دمعا منهمر الحجر يبكي والقلوب حجارة ورماحنا صارت عبيد من انتصر لو علم رومي أن سلما قد يواري بطشه كان من غدر الزمان قد انشطر أين يد القعقاع تحمل سنه وتصيب خيبر إن علم منهم غدر عذرا أبا حفص فإن وحش رجالنا صار خيالا كالحكايا والنذر ما عاد يجدي أن نقول بأنه قد كان لنا مجدا من القدم اندثر في الغرب صرنا للعباد وليمة كالفرخ مذعورا يداعبه نسر نقتن ونطعن في المحاكم جهرة أرأيت مظلوما يعاقب بالجهر سبوا حبيبك والصحابة قبله ورماه بالإرهاب قطعان البقر وحوار أديان تحارب بعضها ما أنت هادي الصم ولو نفخ الحجر أرأيت من قتل البريء بغير جريرة يرضى طريق الحق عوضا للكفر لن أفتح الباب أمير المؤمنين فإن باب الأمن بعد عهدك قد كسر هي الأيام تحملنا كليل مظلم وما لليل بعدك من نجوم أوبر لكنه الصبر الجميل فإنه فالله ما وعد الإله هو القدر عهدا سننبت ألف خالد بيننا لنري جيوش الكفر أنياب النمر سنرفع الرايات ونلاقي العدا ونقدم الأرواح للحور مهر ونفي بثأر للفرات وغزة ما مات ثأرا كان في القلب وقر ونؤذن الظهر في بغدادنا والقدس تجدو مع بلال آذان العصر ونهب للحق جنودا أيقنت لن ندخل الفردوس إلا في زمر فالعدل تكتبه بضربة معصم كما التاريخ تسطره دماء لا حبر فدعهم يقولوا أن زمنك قد مضى فغدا أريهم أن حفيدك يغدر.